لي 40 سنة في المملكة، كنت أول في الرياض، بعدين جيت في المدينة واشتغلت هنا مع النيون، بعدين انصار مسابقة للهرم، يعني يبغى كتابات للهرم، ودخلت في المسابقة أنا، بعدين لجنة يعني فوزني. الكباب هذا ياخذ مني شهرين تقريبا واحد قبة. هذا ثلاثة لوحات هي يعني معلقة مكسورة شريفة روز المباركة، سنة ونص أخذ يعني ثلاثة لوحات، كل لوحة أخذ 6 شهر مني، ومعمولة بالذهب 24 أيار. هذا يعني فخر ليا.